أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان لدى الرجل امرأتان وأحدهما عندها أولاد أكثر أحدهما وأحدهن أحسن الله إليك إحداهن أحسن الله إليك وإحداهن عندها أولاد أكثر من الثانية، فهل يجوز له أن يزيد في نفقة الأولى ما لا يزيد في الثانية؟ هذا علشان الأولاد، ما هو علشانها، يعطي الثانية لها ولأولادها، أو يعطي الأولى نفقتها هي فقط لأن ما عندها أولاد. نعم.